مرحبا، ممكن نتعرف باسم حضرتكم وشو مجال عملكم واختصاصكم؟ أهلا وسهلا، أنا المهندس سلام شواف، مدير ومؤسس شركة مجموعة عمران للاستشارات والتسويق العمراني. مجال عملنا نحن بنشتغل بالتطوير التطوير العقاري بشكل أساسي، بالإضافة للتسويق وخدمات ما بعد البيع المتعلقة بالعقار والأعمال التشطيبات الداخلية، الأعمال الهندسية يعني كاملة. طيب شو رأي حضرتكم بالمؤتمر والأشخاص القائمين على هذا العمل؟ الحقيقة هي أول سنة نحن بنشارك هون بالمؤتمر. لحد هاللحظة هي مع أنه نحن ما وصلنا بادئين كم ساعة يعني، نتائج ممتازة جدا. ما كنت متوقع حجم المعرض بهالشكل هذا، حجم المؤتمر ممتاز جدا الحقيقة يعني. يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير لكم، نتمنى لك يوم سعيد. سهلا، شكرا لك.